ليعلم أن الشيطان ليس من الملائكة على القول الصحيح من قولي المفسرين، فهو ليس من الملائكة لأدلة منها. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما في صحيح مسلم أن الشيطان خلق من نار والملائكة خلقت من نور. الدليل الثاني أن الملائكة ليس لهم ذرية، بينما الشيطان له ذرية، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الدليل الثالث أن الله جل وعلا نص في كتابه على أنه من الجن، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. الدليل الرابع أن الملائكة عباد لا يعصون الله عز وجل ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بينما الشيطان قد عصى الله جل وعلا وتكبر على أمره.